قطع آلاف الكيلومترات، إنها رحلة طويلة بغية تعلم صنع الخبز الفرنسي. القليل من الطحين ثم يزهر العجين، ثم أمسك بسكين العجين وأقطعه. رجا جاءت من العاصمة الجزائرية ومعها العديد من المشاريع، فهي تريد فتح مخبزة فرنسية عند العودة إلى وطنها، بينما أنهت جيو للتو دراستها. لقد وصلت قبل بضعة أشهر من كوريا الجنوبية، وهي أيضا ترغب في تصدير الخبز الفرنسي. أريد تعليم صناعة الخبز الفرنسي، سأشرح ذلك للكوريين. هم حوالي 800 طالب يقصدون سنويا مدينة غوان للتدرب على صنع الخبز والمعجنات. هنا يقترح على البالغين دورات مكثفة تدوم 4 أشهر، 15 من بينهم آتين من الخارج، معظمهم من آسيا. المدرسة التي تستقبلهم فتحت أبوابها قبل أكثر من 40 عاما، ولكن هذا الإقبال المتزايد للأجانب عليها يعود أيضا لسمعة الخبازين الفرنسيين. لدينا فن العيش الفرنسي، وهو كمفهوم الحلم الأمريكي في السبعينيات. اليوم الأجانب هم من يتخيلون في رؤوسهم فن العيش الفرنسي وكيف يمكنهم أخذه وتطبيقه في بلدهم. صيغة تحض أيضا بعض الفرنسيين على السفر بعد النجاح الذي عرفه أبناء بلدهم في جميع أنحاء العالم. هنا معظم الطلاب كانوا يعملون في مجالات مختلفة، معلمون وصحفيون وحتى جنود كبنجما الذي يعد الأماكن حيث ينوي أن يجرب حظه. أستراليا، كندا، كوريا، الصين، وهي البلدان حيث أريد الذهاب في هذه الآونة، لذا نعم أذهب إلى هناك. في هذا اليوم يعمل الصف منذ الساعة 6 صباحا على اختصاص فرنسي بحت، سانتونوغي، وصفة ينوي الطلاب أخذها في حقائبهم لإغراء أذواق سكان القارات الخمس.